عندك حق. خش بقى في الجزء التاني، الجزء برضو اللي هو هيبقى مهم ومهم جدا جدا جدا، وهي اخر انباء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك اللي شرفه وتعلى الانتهاء، واللي قد تصل الى 28 الف عضو راح حضور الجمعيه من اجمالي 88 الف وكسور اللي ليهم حق حضور الجمعيه. يعني الجمعيه ديت دخلها في كده، يعني في 28 الف واحد تقريبا هم دول اللي راحوا ايه صوتوا. سين سؤال، هو النهارده لو ما كانش في غرامه على العضو تقدر ب 300 جنيه وعلى زوجته تقدر ب 300 جنيه اخرى، كان هذا الكم الكبير من الاعضاء راح؟ قولا واحدا لا. لا، لو ما فيش غرامه ما كانش الرقم دوت هيروح. لو ما فيش غرامه الرقم دوت ما ايه ما كانش هيروح. طبعا الخديوي باشا مصر الحاكم بأمر، سموه زي ما تسموه، الخديوي، ماشي، الخديوي. الخديوي عمل امبارح فيديو كده في وسط الناس جوه الكيان، تمام، مليان مجموعة من التصريحات، مليان مجموعة من التصريحات اللي ايه اللي ما ينفعش تتساب كده بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. على قمة التصريحات دي إن أنت بتستعميني، يعني أنت مش مستعميني بس، ده أنت بتتعامل معايا على إن أنا فعلا راجل لا بشوف ولا بسمع ولا بفكر. ده أنت وصلتني لمرحلة يعني متدنية جدا 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 في تعاملك معايا. لما بدايات كلامك تقول انا عملت استاد اهو زي ما انتم شايفين قدامكم، احلى من استاد القاهره واجمل من استاد القاهره، شوفوا منور ازاي على الملعب بتاع حلمي زموره اللي بدون مدرجات. تخيلوا ان راجل واقف يتكلم، تخيلوا، يعني تخيلوا، شوفوا الناس بواحد بيضحك. ده انت لازم تعيط، ده انت مش تضحك، ده احنا نعيط. ان لما يبقى واقف مع مراسل ويقول له بص شوف اتفرج انا عملت استاد احلى من استاد القاهره، بص الاضواء عامله ازاي، ده مفيش مدرجات، يا نهار اسود ونيل بنيله سودا، ده مفيش مدرجات. طبعا ده واحد راجل يعني لا لبس شورت ولا لبس فانيلا ولا لعب كوره، ويقول لك انا كنت مش عارف كابتن منتخب الجامعه ولا كنت مش عارف ايه، ده حتى مالوش صوره وهو حتى كان واقف جون. يعني انت مثلا اي واحد فينا كده، اي واحد مليون في المية، مليون في المية ليك صورة وانت صغير وانت بتلعب كورة في الحارة، في المدرسة، في مركز الشباب، بتلعب كورة في فيكو، يعني ليك صورة وانت بتلعب كورة، ده مليون في المية، ده ملوش اي صورة حتى وهو لابس شورت وفانيلا ويقول لك انا كنت منتخب الجامعة. فواحد بالشخصية دي وواحد بالكاركتر ده ماشي، انما لما يوصل بيك ان انت بتستعماني، انت بتستعماني، ها، يعني انا مش ايه مش قادر ها استوعبها، ده انت بتستعماني وبتستخفي، يقول لك شوف الاستاد، استاد ايه ده، ما فيش مدرجات يا جدعان، ده يا جدعان ما فيش مدرجات، يقول لك احسن من استاد القاهره، بصوا الاضاءه عامله ازاي. لو النبي، لو النبي، ادي واحده تانية. اقول لك من ضمن الانجازات العظيمه جدا الكبيره جدا ان النادي عندي فيه 18 حمام سباحه. ليه لما يبقى يعني نادي فيه 18 حمام سباحه؟ طب انا عايز اسال سؤال، هم ال 18 حمام سباحه دول وضعهم ايه في الشتاء؟ بتستعماني يا هرم؟ اه بالظبط كده ابو حنين، انت بتستعماني يا هرم، بتستعماني صح، ماشي مفيش مشكلة. قال لك ال 18 حمام سباحة دول، طب دول وضعهم ايه في الشتاء؟ هل النهارده بيتم استخدامهم من العضو في الشتاء؟ لا طبعا. طب المساحات اللي هما بيشغلوها، تمام، ديت مش يا باشا، لا ده دول في الطل، بيقول لك بيسخن ميه، ميه اللي بتسخن دول في الطل،
ده انت حضرتك لو قعدت بايه بتشيرتايه وفوقيها قميص وجاكيت تتلج، مش هقول لك تنزل حمام الايه حمام السباحه. طبعا المساحات ديت يعني ما بتستفادش منها باي شكل في الشتاء. ماشي؟ فيش نادي في الدنيا فيه 18 حمام سباحه الا اذا كان ما نتكلمش في اي ايه ما نتكلمش في اي دول جايين علشان يشوفوا الايه الانجازات. وانا بقول لك لا، الاعضاء دول جايين خوفا من الغرامه. والدليل ان انت النهارده لما هتيجي تروح تشوف على المكتب اللي جنب الاشتراكات اللي هو بتاع المكتب اللي جنب الاشتراكات اللي هو بتاع الاعتذارات، تمام، اللي هو بتاع ايه الاعتذارات، هتلاقيه تمام. طب لايك لو سمحتوا علشان النت بيقطع. ماشي، البث بيقطع في ايطاليا. طب لو سمحتم لايك. لا طب بعد اذن عليكم، لايك لايك على قد ما نقدر علشان البث بيقطع. اوكي، بعد اذن حضراتكم. تمام كده؟ اعتقد كده ان ممكن يكون بس بقى افضل شوية. لايكات بس، يعني كتر اللايكات شوية بعد اذن حضراتكم. معلش معلش، ما هو ده وضع طبيعي، يعني ده وضع طبيعي طبعا. لايك، طب لايك لو سمحت، لايك وشير، يعني لايك وشير. واللي ما عملش سبسكرايب او اشتراك في القناة من فضلك اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وفعل الجرس علشان الفيديو اول ما نشتغل يجي لحضرتك على طول. تمام تمام، زي ما انتم شايفين يعني طبعا الضغوط بتبقى شديدة جدا علينا في كل حتة في كل الاتجاهات. وضع طبيعي ان احنا نقابل كل ده، ده وضع طبيعي جدا. انا وبقيت زمان ده اقل حاجة بتتعمل معانا، الحاجات التانية اللي بتتعمل معانا بتبقى اصعب من كده بكتير وبكتير جدا جدا جدا. تمام اوكي، فخلونا نتكلم ونقول، خلونا نتكلم ونقول ان الناس جايه خوفا من الغرامه. واكبر دليل على كده ان انت لما هتروح المكتب بتاع الاعتذارات اللي جنب مكتب الاشتراكات هتلاقي الزحام عليه كبير جدا، الزحام عليه كبير جدا، في زحام شديد اللي هو ايه ان العضو اللي انا حضرته وزوجتي ما حضرتش فبتروح بتقدم اعتذار. تمام، انا حضرت ووالدي ما حضرش فبتروح بتعمل له اعتذار. تمام، ده لازم من الشروط، يعني الاعتذار ده ليه؟ علشان يطلع للخديوي، الخديوي يأشر عليه تمام ان هو ايه يعفو عنك. اه يعفو عنك، الخديوي يعفو عنك وما يطبقش عليك ال 300 جنيه الغرامه اللي انت حطيتها على فين، اللي انت حطيتها على نفسه. طبعا بيوجه كلامه في الفيديو ديت للمعارضة، بيوجه كلامه في الفيديو للمعارضة وبيقول لهم انتوا ما جيتوش ليه؟ انا كان نفسي اشوفكم. طب هو انت يعني خاطب عقول الناس بأدب وباحترام شوية، يعني خاطب عقول الناس بالأدب وبالاحترام شوية. تمام، و يعني ازاي انت النهاردة عاوز المشطوب يحضر المعارضة بتاعتك او المعارضة اللي بتقول لك الصح فين والغلط فين؟ ده انت اي واحد بيختلف معاك تشطبه. طب انت بتشطبه ازاي وبتطلب منه ان هو يحضر؟ طب ازاي يعني؟ طب ازاي يعني؟ ده مجرد ان احد ابناء نادي الزمالك السابقين تمام طلع وقال وعمل تصريح في مش شطبته، والنهارده جاي بتقول له طب تعالى ايه، طب تعالى طب تعالى احضر الجمعيه الايه، احضر الجمعيه العموميه. طبعا الكلام ده له عقلاني وله منطقي، الكلام دوت لا يقبله عقلي باي شكل من الاشكال. طالما انت مش همك العدد بتاع اللي يقول اه ولا لا، مين هو قال لك؟ يعني قال في الفيديو اللي عاوز يجي يقول اه اه لا لا على الميزانيه. طب طالما انت
الاه واللا مش فارقه معاك. طب ليه ما عملتش الاقتراع سري؟ ناس النهارده عشان تروح تحط العلامه صح على نعم او صح على لا، انت متراقب بالكاميرات من كل حته ومن كل اتجاه، انت متراقب بالكاميرات من كل حته ومن كل اتجاه. طبعا القول اللي انت بتقوله حاجه، انما اللي على الارض حاجه تانية خالص. كلامك اللي انت بتقوله حاجه، انما الفعل اللي موجود على الارض حاجه تانية. ايه؟ حاجه تانية خالص. انا مش هممني يقولوا اه ولا لا، وفي نفس الوقت الكاميرات بتراقب كل عضو بيقول اه وكل عضو بيقول لا. خلي بالكم من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الافخاخ اللي بتتعمل، والارهاب والترهيب لعضو الجمعيه العامه، ويقول لك انا اكبر ناس والناس جايه والناس بتحبني والناس، لا الناس جايه عشان غرامه. الناس لو ما فيش غرامه الناس ديت مش ايه، مش هتيجي في هذا الايه، في هذا التوقيت، مش علشان خاطر عيون سعادتك يعني. لما بتتكلم وجعاك، وجعاك جدا.